راح أسمع حضرتك صوت، أنا واثقة إن جنابك تحب هذا الصوت. مسعود العماركي. اي كان الدنيا مطرت حزن. الله. اي أيوة والله. كوكب من الحزن. نعم. حضرتك كتبت الكثير عن مسعود. نعم. منين نبدي؟ نبدي مثل ما هو اراد، من الاعتراف باسمه هو مسعوده، وحب من المجتمع مقابل خدمته له أن نسميه مسعود، فنسميه مسعود. والمجتمع تقبله على أنه رجل واحترمه. نعم. أي احترام وعامله على أساس أنه رجل. نعم. ما دام أكو عطاء، وعطاء استثنائي مقابل أن يعترف برجولته، فأعتقد المعادلة من صالحة، يعني قبل المجتمع مقابل شكرا يا مسعود لأنه أنت بهذا الجمال، علينا أن نقبلك وأنت رجل، وهذا العقال اللي مخليه على راسك مع أنك أنثى تستاهله وبجدارة. لحظة الاسترجال بدت من أيام طفولته المبكرة، حين يعزف عن أن يلعب مع الإناث اللي مثله. نعم. حرص على أن يرتدي ملابس الرجال، الشباب، الأطفال، الولد. ما لبس ملابس أنثى. يعني هذه هي بواكير إحساسه باختلافه عن بنات جيله. وين عاش مسعود العمارتلي؟ حياة مسعود موزعة على مجموعة من المناطق. البداية الحد المراهقة، الحد ما أعرف بالضبط يا عمر، هو عاش بمضيف محمد بن العريب اللي هو في ميسان الكحلاء. في الكحلاء. نعم. ومنطقة بالذات تحديد اسمها الشعبة. نعم. وأنا اندهشت من هاي التسمية الشعبة، من سألت، لأن أنا أعرف أبناء الجنوب لا يرفعون، لا يضعون ضمة على الكلمات. الحروف. نعم. الأولى. نعم. على الحروف. صحيح. الأولى ما يضعونها. نعم. قلت لهم لو هي الشعبة مثلا. نعم. معقولة؟ قالوا لا، الشعبة ولا زالت قائمة، آثارها يعني بستان نخل وكذا تشنبيت لا زالت قائمة. هذه كانت البداية. نعم. بعدها اضطر للهرب، مغادرة هذا المكان تحت إلحاح زوجة الإقطاع الكبير، من أن ترغم مسعود على أن يتزوج بوصفه أنثى. أها. لأنه شافته تمادى من وصيفة. نعم. جازت التسمية، وأنا آسف لهذه التسمية ما أؤمن بها، من وصيفة إلى مرة متشيخة على الموجودين ولابسة عقال وتفتر بالمضيف. الوصيفة. نعم. كان في تلك المرحلة يعتبرون من البشر أو يعاملون كبشر مملوكين، هكذا يعاملون من طبقة أخرى. نعم. فهذا الكلام ما عجب زوجة الشيخ اللي ما أريد أذكر اسمها حتى. هذه هي علاقة مسعود بالشيوخ. ايه؟ منا هو ابن، يعني محسوب عليهم يا ست. نعم. من ضمن تابعيهم. نعم. انتهت هذه المرحلة الأولى من الشعبة. فاضطر للهرب. اضطر للهرب بليلة، وراح إلى مرة تخصه، سمعت أنه هي مرضعته. نعم. شاركته، يعني أرضعته بيوم من الأيام. فهذا الحكي بالمجر، من لحظة من الكحلاء إلى المجر. نعم. بقى مدة قليلة أيضا ما أعرفها، لكن بعدها تحول إلى العمارة واستغل حلاوة صوته وبدأ يغني بالعمارة. مناطق بيوت هي، لكن تنتهي بهاي البيوت ليليا إلى سمر وإلى غناء. فما أن سمعوا الناس اللي هو وجهاء العمارة. نعم. وكبار الشخصيات بها، ما أن سمعوا هذا الصوت. سمعوا هذا الصوت حتى أبدوا إعجاب ما سبق لمطرب، ما أبدوا لمطرب قبله.